فلاحة والصيد البحري. يلا سيدي كلموا همنا. اي ولا تفضلوا وي او تفاعلوا معانا يعطيهم الصحة. حاضر معايا سي منور. هيا بيه سي منور الصغيري، مدير وحدة الانتاج الحيواني باتحاد الفلاحة والصيد البحري. ان شاء الله نهارك زين سي منور. نهارك سعيد خويا، ومرحبا الله بك يخليك. ومرحبا بكل المستمعين. تفضل. شكرا جزيلا سي منور. نحب ناخذ ساعة معاك الصورة اليوم نهار الاثنين 11 ديسمبر في علاقة بالحليب، شنو وضعنا؟ على مستوى الفلاح نحكي. اي على مستوى الفلاح اليوم الوضعية صعيبة. ايوه. لأنه الإنتاج الألبان واللحوم الحمراء هو إنتاج فلاحي. اليوم الفلاح اللي ينتج في الحليب وضعيته صعبة، وصعبة جدا، لأنه بصراحة معناها هو بكل أمانة الفلاح اليوم ينتج بالليترة تتكلف له أكثر من 2 دينارات، يبيع فيها ب 1340 ملي. دونك هذه هي الوضعية، معناها كان سهلها هي هذه، هي وضعية صعبة. الوضعية الصعبة هذه ما بداتش من اليوم. هي الوضعية الصعبة هذه بدات من 2016، أتو نفسر لك، لأنه هي تراكمات. 2016 و2017 شنو اللي صار؟ أنه الفلاحة معناها ينتجوا كميات كبيرة، المركزيات أو المصانع لم تعد قادرة على استيعابها. اعتمدوا ما يسمى بنظام الحصص وقتها. نظام الحصص هو شنو؟ هو عباره على انك ياخذوا من عند مراكز تجميع الحليب، تجيب ب 100,000، ما نجمش نقبل عليك 100,000، نقبل عليك 60,000، 40,000، دبر راسك. هنا كانت مباشر التاثير، كان مباشر على المنتج، لانه يعني انت من عند شكون تجري؟ تجري من عند الفلاح. بالضبط. الفلاح في الوضعيه هذه دونك ثم برشا فلاحه باعوا جزء من القطيع، لانه يعني يقول لك انا بريتو انا نبيعه في الاخر ما لقاش، معناها ننتج وما لقاش ونبيع. دونك باعوا جزء من القطيع نتاعها، وتواصلت الحكايه الى ان جات سبتمبر 2020 بالضبط. بارتير من سبتمبر 2020 صار ارتفاع جنوني في اسعار العلف، سواء عالميا او محليا. وخاصه على المستوى العالمي. الارتفاع، لانه يعني تعرف انت مكونات الاعلاف المركبه هي نوردوها من الخارج. وي. وتخضع للبورصات العالميه. باهي. دونك مع مباشره بعد الكوفيد ورجوع معناها الصين وردت كميات كبيره واقتصادها معناها رجع الى حالته الطبيعيه، خلت العالم الكل سمحني في التسلل. ايوه. دونك ارتفعت الاسعار بصفه جنونيه، وكان انعكاسها مباشر على الفلاح التونسي. الاسعار على مستوى الكلفه زادت بطريقه جنونيه، مقابل انه سعر البيع ما تحركش، الى ان زادت ازمه الوضعيه بحاجه اخرى. أي. اللي هو التواصل الجفاف في تونس، ولا حتى الاسعار بتاع الاعلاف اللي ننتجوها في تونس خلص نقص على مستوى الانتاج، والاسعار ارتفعت، وهذه معناها سوق. دونك هذا شو ولد هذا الكل؟ ولد تفاقمت الخسائر. هنا الفلاح استنى شويه، ولكن من بعد شفنا تقريبا 3 وجهات للفلاح. فما فلاحة خادروا تماما قطاع تربية الأبقار. بطل. باه اللي عند أي خيك هو يقول لك أنا ما نجمش نواصل بهذه الكيفية. خاصة أنه هنا باش نعطيك معلومة نسبق بها، أنه 95% من المربين يملكوا أقل من 10 بقرات. المعدل العام الوطني هو 3 إلى 4 بقرات لكل فلاح. معناها فلاحة صغار. التوجه الثاني شو مشاو؟ ثم شو يكون؟ يقول لك لا ما نبيعش الكل، مثلا عنده 4 بقرات باع زوز وخلى زوز وكذا. ثم الثالث نقص في العنفه تماما، يقول لك هات نخلي البقرات على قيد الحياه الى ان نشوف الامور وين توصل. هذا الكل خلق انه هناك تراجع كبير وكبير جدا على مستوى الانتاج، اول حاجه على مستوى القطيع، الحاجه الثانيه على مستوى عدد الفلاحين اللي يزاولوا في النشاط هذا، والثالثه هو بطبيعه تراجع الانتاج. عندما يتراجع الانتاج حتى ولو في ذري هذه الفتره الكوانسيد مع أن الفتره هذه هي نقص الانتاج، ولكن كيفاش كانت تتم العمليه قبل؟ كانت في فتره ذروه الانتاج اللي هي تبدا من شهر مارس حتى تقريبا لشهر جويليا اللي هي فتره الربيع في العاده، كان الانتاج الاضافي
يتم تخزينه يتم تخزينه لاستعماله في فتره نقص الانتاج هي الفتره هذه. وهذاك علاش في العاده في الايامات العاديه ما نفيقوش ما نحسوش بالضبط بالضبط وما حتى حد ما يفيق اللي الامور معناها كذا واللي ثم فتره نقص الانتاج اللي هي تبدا من سبتمبر تقريبا حتى للشهر الجاي كان معناها كانت الامور تتعدى ان ابيرسي كان ثم معناها كميات كبيره تخزن في شكل مصنع باكوات وثم كميات كانت تمشي لمصنع التجهيز يتم تجهيزها وكان ثم كميات معناها على مستوى الاليات التعديليه يتم حتى فلربما وهذه من المشاكل اللي صارت 2016 و2017 انه وقتها ما عاوناش على التنسيق ما خليناش لانه ثم قرارات اتخذت قرارات خاطئه جدا انه ما نجمناش نصدروا خسرنا السوق الليبيه وقتها كنا نجموا اصلا الزياده الكل اصلا ولا تتصدر واليوم مصدرين الحليب بالضبط علاش قلت لك تراكمات هي بالضبط معناها هذا هو التاريخ احنا وصلنا اليوم الوضعيه انا سي منور نشكرك برشا لانه المعطى التاريخي مهم يعني من 2016 بدات الهدره تفاقمت 2020 احنا تو 23 انا اللي يهمني اني يعني نعرف انتم اتحاد وانا نعرف اللي انتم تقدموا كل مره كل ما يطرح هذا الموضوع عندكم المقترحات من 2020 لليوم 23 واحنا تو باش يولينا كل عام نعيش على هذه الازمات يعني ما فكرناش في الحكومات في خطه وطنيه لقطاع الحليب ما حكيناش من وقتها باش نقولوا شنو هو الحل لهذا الاشكال تفضل سي حمزه عام 2019 اي في 24 ابريل 2019 عملنا حاجه اكسترا اوردينير انه تم الاتفاق على ميثاق شراكه للنهوض بمنظومه الالبان وتم امضاء في رئاسه الحكومه بحضور زوز رؤساء منظمات احنا وليتيكا وبحضور ثلاثه وزراء اللي هما معنيين اللي هما الفلاحه والاقتصاد والصناعه سامحني والتجاره وحضور رئيس الحكومه هذا فيه معناها مجموعه من المقترحات والافكار الممتازه جدا وشنو كان مصيره؟ قعدت منه قاعده التصويره تصويرك هاو مصيره تصويره قاعده تي جكروا قاعده ما زالت موجوده اكهو اكثر من كيك ما صار فيه ولم يتم تطبيق ولو بنت واحد من تلك القرارات اللي موجوده في 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 في, في هذا الميثاق اكثر من هذا انه رجلينا حفات وكيفاش نقولوا فيها والقلم جف من الكتابات ومن حضور الاجتماعات الى اللحظه هذه صحيح صار نوع من تحل كيفاش تسمى معناها حل الوضعيه بصفه هكا جزئيه جدا وبسيطه في نوفمبر 2022 وقت اللي الفلاح طلعوه من 11140 زادوه ولا يبيع ب 13140 زادوه 200 مليم لكن ال 200 مليم في تفاقم الوضعيه وفي الشفاف موجود ما حلتش الامور على مستوى المربع وهذاك علاش انا ديما نقول وانه مازال عندي امل مازال عندي امل ديما انه في الاخر يلزمنا نلقاو الحل ويلزمنا نمشيو للحل والحل يلزم يكون تجتمع عليه الاداره والمهنه مع بعضهم باش يوجدوا الحل لانه اذا كان ما اجتمعناش وما تمش الاتفاق مع بعضنا على حل جذري اللي هو معناه اساسا انا ناكد لك انه مبني على ثلاثه حاجات مبني على المردوديه الاقتصاديه اللي كانت من الحلقات وخاصه الفلاح مبني على حوكمه المنظومه من خلال التنقيص اكثر ما يمكن من التدخلات معناها اليوم نمشيو للمجمع المهني المشترك للحمر الحمراء والالبان اللي يجمع الناس الكل ويحاكمه فيتو هو والنقطه الثالثه نحطوا ان فيزيون بالضبط فيزيون للمنظومه هذه باش نوصلوا علاش نقول لك لهذا راهو اذا كان اليوم باش نواصلوا بالاسعار هذه انا بكري كنت نشوف على فكره أي. تعرف شنيا انه في العالم ارخص حليب دومي كريمي يشتي في العالم أي. في العالم في العالم هو في تونس, هو في تونس. تعرف المعدل العالمي قديش قديش هو 5 دينارات للتر أي. الواحد من الحليب في العالم من المعدل العالمي احنا 1350 حتى يعني كان حتى انا نقول سي منور حتى كان نقول قرار الدوله انه تخلي هذه الاسعار لعده اسباب المفروض انه يصاحب هذا القرار قرار دعم الفلاح بما انه انت قررت انه هذا السعر باش يقعد هكاك فيلزم الشيره الاخرى تعاون الفلاح حاجه اخرى انت تعرف الليتر الحليب اللي تاخذها ب 1350 الدوله
تدعم المستهلك ترجع للمصنع 640 ملي. آه. وتدعم مركز تجميع الحليب باش يلم الحليب هذاك من عند الفلاح ويوصله للمصنع ب 115 ملي على كل لتر. يشين انه المربي يخسر اكثر من 600 ملي في اللتر. لو كان الدعم هذاك وجهها لحلقه الانتاج بالضبط مشال اللامون ما مشاش اللافا، تعرفش نربحوا نربحوا الفلاحه يحافظوا على القطيع نتاعهم، نربحوا الفلاح ينتجوا الاراخي لانه باش اليوم باش تورد ارخم الخارج راهو تقريبا في 12 مليون تونسي يولي الفلاح ينتجها لهنا. وهذه ربما سي منور ربما الازمه الجايه خاطر توا وانا نعرف وانت تعرف اكثر مني اللي تراجع كبير ياسر في الابقار بصفه عامه في القطيع، تراجع رهيب قاعد يصير اللي متخلين هذوما اللي كنت تحكي لنا عليهم وبسبب التهريب للجزائر وغير ذلك من الامور، ومن غير ما نحكي زاد على احنا حكينا توا على حليب، من غير ما نحكي على بقيه القطاع الالبان، نحكي على انتاج الجبونات، نحكي على كل يعني كل هذه الاجزاء من المنظومه قاعده تتمس اليوم هكا ولا سي منور؟ هو نزيدك حاجه اخرى في 2019 احنا ما تعرف احنا في تونس نستهلكوا برشا حليب الشرار اي وما نستهلكوش المشتقات، في حين أن القيمة الغذائية هي أساسا في المشتقات. في المشتقات أي. لخاطر الحليب هذاك اللي نشربوه راهو تركيبته في تركيبته تقريبا 90% منه ماء في تركيبته. المشتقات لأنه عندها دور كبير على الحفاظ على الصحة العامة للمواطن في تونس. في العالم يعتمدون ما يسمى بالتيفيا ليمونتير اللي هي في العادة تيباس بالي 4%. احنا تعرف كي تمشي تشري الجبن قداش تخلص ولا؟ التيفيا 19% 19% عجبن. قلنا ليه يلزمنا نبدلوا الباراديغم، يلزم يولي المستهلك في تونس يستهلك حتى حفاظا على صحته هذا هو لازم تشجعوا على مشتقات الحليب يزينا من حليب الشراب. اللي صار انه ما رغم تم الاتفاق وهذايا موثق في محضر جلسة عمل لرئاسة الحكومة جكروا سيتيون 2019 ولكن لم يتم العمل ب او 2020 جكروا لم يتم العمل به الى الان، بالعكس زاد انه المواطن المستهلك توا القانون المالي الجديد يظل يدفع 3 دينارات على كل كيلو معناها اي زاد تتبدل في القانون المالي الجديد يمشي تبدل وبالعكس وحتى المورد يعني ما تعرف انت ما صنعنا نتاع الاجبان يجيبوا شويه كميات مش شويه كميات باش تعاونهم في التصنيع في تونس معناها يتولي يزيد يدفع عليها 3 دينارات واللي يبيع 3 دينارات بالعكس الاسعار باش ترتفع وبالعكس معناها خلينا قرار في عود نعاونوا المستهلكين انه يحسنوا في الصحة العامة نتاعهم بالعكس زدنا رجعنا بالتويل. وي سي منور صغير الحاجة اللي كانت تسمع فينا قبيلة وقالت راني أنا مرأة كبيرة وراني نستهلك في الحليب كل يوم وراني دبوست باكو الحليب ما عادش نلقاه كل يوم في العطار، اليوم الوضع الآني العاجل اليوم شنو المخرج منه؟ وين قاعدين نشوفوا في الحل؟ هل من حل في القريب العاجل ولا لا؟ شوف انا اعتقد انه تو انا بيدي معنا نفس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري انه انا بيدي كمواطن نعاني في الوضعيه هذه يعني وانا بيدي عندي صغار وغيرك 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 اعتقد ممكن بعد ما صار ربما ان الفتره هذه هي فتره نقص انتاج بتبيعتها ولكن حتى عند ذروه الانتاج فانه الامور اذا كان ما حليناهاش جذريا لا اعتقد انه باش تحلحل برشا. لا فوالا يلزم حل جذري معناها زايد نقعدوا هكا كل مره واحنا نقولوا لا والانتاج وتراجع ما يهمناش ياسر احنا كمستهلك ولا كتراجع وطلع الانتاج هذيك خدمه الناس اللي تخدم في القطاع احنا يهمنا تمشي العطار تلقى باكو الحليب نتاعك وانتهى الموضوع. مشكور جزيلا قولي وهذاك علاش بالله باش نضيف لك حاجه مهمه برشا راهو اليوم باش نكونوا فلاح يربي البقر يدرس ديزمو ما بين 10 و 15 سنه تصور الفلاح هذاك خرج ويعرف انه المهنه هذه الشاقه تو الشاقه جدا ما عادش يرجع لها بالضبط ما عادش باش يرجع لها. سي منور صغير مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري شكرا جزيلا على كل ما افدتنا به. كلم المدير التسكين الزايد امور فارغه يا مختار هاو قال لك سيد راهو نقعدوا نكذبوا على بعضنا واستناوا شويه وفتره الانخفاض وفتره المسكنات المشكل نعرفوه على الاقل على الاقل على الاقل من 2020
على الأقل. حتى قبل ها؟ تذكرت في بداية الثورة عندما قلنا نجيبوا الحليب نستوردوا الحليب كميات كبيرة باش نعدلوا السوق. يعني موجودة من قبل الحقيقة. شفت. موجودة من قبل. شفت. يعني أزمة هيكلية قديمة. وأنا رأي أن الاتحاد الفلاحين يتوفر على مكتب دراسات مهم جدا يقدم مقترحات حلول وتبع منشوراتهم منتدياتهم ومنشوراتهم تصلح قدام الحكومة كوثيقة للانطلاق في إصلاح منظومة الألبان كما قال هو منظومة الألبان واللحوم. بالطبيعة كان لاحظت معي حمزة تسمي هي منظومة الألبان قلت شبيه حكي عن الألبان الحليب تعرف لأنه اللبن هو الحليب, هو الحليب. أنت كان تمشي دوم في مصر تقول له أعطيني بكو حليب يقعد يغزل لك اللبن هو الحليب مش اللبن اللي هو مشتقات الحليب هذاك في إطار منظومي والمراجعة تكون مراجعة منظومية. خطة وطنية لقطاع الألبان من 24 أفريل 2019 بقات تصاور تصاور وحبر على إذن الحكومة تلقى وثيقة للانطلاق وثيقة مرجعية يقدموها أهل المهنة وأهل الخبرة في الألبان في اللحوم في الزيوت عندهم دراسات وأنا قاعد نطلع عليها أول بأول حاجة تعمل الكيف المفروض نستأنس بهذه الدراسات حتى نصلحه وتكون عندنا سياسة عمومية في هذا المجال في مجال الألبان ما نقعدوش نرق وعندنا مشكلة نقول لك لا قام ده مشكلة السرقة سرقة رؤوس الأبقار سرقة رؤوس الماشية تهريب رؤوس الماشية كذا. أنا كلمة حزنتني شوية يا حمزة رغم أني نشفي في شفية صغر في صغري تلقى فلاح متوسط عادي تماما تلقى عنده 50 و40 راس متاع بقري توا الفلاحة كلها ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة يعني ما عادش عندنا واحد عنده نقولوا احنا كوري باهي فيه فيه 5% 95% عندهم دون العشرة والأغلبية عندهم بين 3 إلى 4 بقرات ويحبوا يتخلصوا منهم معناتها على خاطر ما عادش ممكن يتكلف يتكلف, يتكلف يتكلف برشا وما عادش ممكن وين الحق عجبني السيد خاطر قال لك باهي شنو تحبوا نقول لكم يعني نقول لكم تو هيك هاو توكي ترجع فتره الانتاج ترجع شويه الحليب بعد ترجع نقص الانتاج تنقص الحليب ونقعدوا هكا نفس ومن عام لعام يزيدوا ينقصوا الواحد وبعد نقعدوا نتفرجوا 10 سنين يلزمك باش يولي عندك فلاح مكون في تربية الأبقار مش سهلة خطرة بشي يربي البقرة وبعد بشي يحلبوا البقرة وبعد بشي يهزوا الحليب يجيهم المجامع التجميع يلزموا مدايدة ويتدرب ويتكون و و و إلى غير يعني ذلك مش بالسهل واحد عنده فلوس قال شنو تو يجيب لا مش بالسهل يربي البقر يعني عبين 10 و15 سنة باش تبدا عندك واحد يعرف يقدر بالضبط وبالتالي كان يبطل كي تخسر كيما بطلوا برشا طبعا خسرته سي انتهى الموضوع يزمك 15 سنة أخرين أهلا وسهلا سي حسين مرحبا شني أمورك إيه؟ الحمد لله سافا لاباس لاباس عندك لينا باكو عندك لينا التعويض نتاع الفلوس نتاع السيدة إن شاء الله هاي سيدي سلك الوحلين ذكروا بالموضوع واتصال السيدة اللي تحكي على الاسترجاع المصاريف في عملية عملتها ونشوفوا حسين شنو جاب لنا من جواب تفضل امرأة تعمل عملية على كيس كوفريان